بإمكانات بسيطة وتدريبات فردية يستعد 4 رياضيين فلسطينيين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن. اللجنة الأولمبية الفلسطينية ستعلن قريباً أسماء المشاركين في مسابقات ألعاب القوى ضمن مباريات العدو، ومن المتوقع أن يقع الاختيار على شاب وشابة. المسؤولون في اللجنة يقولون إن الاستعدادات تواجه صعوبات كثيرة، خاصة أن السلطة الفلسطينية تفتقر للمعدات والملاعب التي تتلائم والمعايير الأولمبية. بالنسبة للمنشآت الرياضية تحديداً في موضوع السباحة وألعاب القوى، نفتقد لهذه المنشآت القانونية وفقاً لمقاييس الاتحاد الدولي، ولكن نسعى جاهدين على أساس نوصل بفترة زمنية بأقصر فترة زمنية خلال سنوات، طبعاً بحكي عن الفترة الزمنية هاي، إنه يكون في عندنا منشآت كاملة كمسبح أولمبي. المشاركة النسائية في الوفد الفلسطيني الصغير للأولمبياد واضحة، فإلى جانب العداءة ستشارك في المباريات سباحتان فلسطينيتان. يارا ديواني ابنة القدس تقول إن التدريبات فردية في ظل غياب منتخب وطني للسباحة، وعادة ما تقوم هي بالتوجه إلى أحد المسابح الإسرائيلية في المدينة لإتمام تدريباتها، وذلك لعدم توفر المسابح الملائمة لمثل هذه التدريبات في القدس الشرقية. أنا بضطر أروح على برك إسرائيلية بس مش أولمبية، في نص أولمبي 25 متر و20 متر، ويعني أكيد الشعور مش حلو إنك تروح يعني تتدرب محل ما بتنتمي إله، يعني أكيد بيختلف لما تكون عندك فريق والزملاء بالفريق فلسطينيين وتشجيع والمدرب. ويقول المشاركون الفلسطينيون في الأولمبياد إن تجربة المشاركة بحد ذاتها في هذا الحدث الرياضي المهم لها أهمية سياسية أيضاً، فهي ترفع اسم بلدهم عالياً مع سائر الدول على الرغم من الظروف الأمنية والسياسية فيه. جزء من المشاركة الفلسطينية في الأولمبياد للعام المقبل هو سياسي، إذن ينسجم مع التطلعات للاعتراف بدولة مستقلة. أما تفاؤل الرياضيين لإنجاز كبير فهو حذر في ظل الإمكانات المتاحة. من القدس شيرين يونس، BBC.